شكرا ليك يا لميا. ولسه كلامنا طبعا عن الرياضه مستمر، فوز للنادي الاهلي على انبي بهدفين وتعادل الزمالك مع الداخليه في الدقيقه الاخيره، ده بيخلي طبعا النادي الاهلي في صداره الترتيب بفارق 5 نقاط عن الزمالك في انتظار طبعا باقي ماتشات الاسبوع ال 12. خلونا نتكلم عن الماتشين، ماتش الاهلي وماتش الزمالك، مع الاستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي اللي منورنا. صباح الخير عليك يا استاذ طارق. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيك. جماهير النادي الاهلي بتقول هو احنا هنتعامل مع النادي بالقطعه؟ ماتش حلو ماتش وحش، شوط حلو وشوط وحش، ده طبيعي. بص، مباراه كره القدم يعني عندنا احنا كدوري مصري دايما بتبقى ايه، عايز اداء وعايز نتيجه وعايز الفريق ما يتغلبش، دي اول ثوابت عندنا. يعني ما ينفعش تتغلب، ما ينفعش تتعادل، ما لازم تفوز على طول، لازم تبقى في حاله حركه على طول، لازم تادي على طول. هو النادي الاهلي معودهم على كده؟ مش معودهم على كده، هي ثقافتنا احنا كده. ما ينفعش يعني الانديه الكبيره بالذات، وهتلاحظ ازاي الكلام ده بيتقال كمان في المعلقين، يعني مثلا يقول لك الزمالك ازاي يتغلب، الاهلي ازاي يتغلب، يعني ايه يعني مثلا في ماتش اسوان يقول لك الزمالك ازاي يتغلب من يعني لكن هي كره القدم دايما ملاش دعوه بالقصه دي. انت عندك الاداء بيختلف من فرقه لفرقه، طريقه لطريقه، ارهاق لاعبين، ادائهم، المود بتاعهم، الحاله النفسيه بتاعتهم، قدرتهم على ان هم يأدوا المباراه بشكل جيد. فممكن تلاقي شوط مش عاجبك، الشوط الثاني بيبقى فيه تعليمات جديده، تغيير جديد بيعمله المدير الفني، بتتغير النتائج وبتتغير الحاله، وحسب كمان الفرقه اللي انت بتلعبها، حسب التكتيك اللي هي بتستخدمه، الطريقه اللي بتستخدمها، هل اللاعبين اللي فيها بيقدروا يضغطوا كويس ولا بيسيبوا مساحات ليك تقدر تلعب عليها، اللاعب ممكن يبقى غايب فتره ممكن يؤدي ماتش وممكن ما يؤديش ماتش. فلازم، دي طبيعه كره القدم ودي حلاوه كره القدم. بس هو عارف الاهلي عشان يعني اتعودنا انه ما بيتغلبش، يعني قعدنا سنين على الريتم ده، فلما النهارده نشوف عفوا زي ما شاذلي قال بالقطعه احنا مستغربين الاداء. وهل النهارده التشكيل لما اتفرض على الاهلي انه يرجع مره تانية بتشكيل موسيماني، هل ايه اللي حصل؟ يعني هل كان في تغييرات المره دي؟ كان في فروقات في التشكيله؟ مش فروقات في التشكيله ولا حاجه، هي كل ماتش وكل فرقه بتبقى قدامها حسب المباراه. وزي ما انت قلت كده، احنا متعودين ان الاهلي بيفوز على طول، فما يجي او بيأدي بشكل قوي. يعني مثلا لو انت شفت امبارح هتلاقي حسين الشحات بتاع امبارح خلاف حسين الشحات بتاع الماتشات اللي قبل كده، هتلاقي في لعيبه مجدي قفشه بتاع امبارح خلاف مجدي قفشه اللي هو قبل كده. فدي طبيعه المباراه وطبيعه الضغوط اللي هو ممكن اللعيب يبقى تحت هذا الضغط، ان في لعيبه تانية جايه، هو لو ما اداش، هو لو ما فاقش، في حد هياخد مكانه، بتخليه دايما دي الدوافع، يعني في دوافع عنده. لكن كره القدم وثقافه كره القدم لابد ان هي تتغير عندنا. انت ممكن يبقى شوط الفرقه فيه مش فايق قوي، فالتاني المدير الفني يبدا يحركها شويه، يبدا ينزل لعيبه جديده، يغير طريقته، فتلاقي الفرقه اتعدلت او زي ما بقول كده الفرقه فائت. لكن هي القصه كلها ان احنا لازم نشيل من دماغنا فكره ان ده يفوز على طول. ما احنا النهارده لو بصينا على ترتيب الدوري هتلاقي ان الاهلي وفيوتشر هما الفرقتين اللي ما اتغلبوش، لكن في تعادلات، الزمالك اول مباراه يتغلب فيها اللي هي مباراه اسوان، في فرق تانية بتتغلب بالماتش وبالاثنين، لكن دايما احنا تركيزنا على الفرقتين الكبار اهلي والزمالك. صحيح. ازاي ان هم يتغلبوا او ما يأدوش بشكل كويس. يعني مثلا الاهلي في ماتش بيراميدز كان بيأدي حسب متطلبات الماتش، لان هو باصص على اداء الفرقه اللي قدامه بتطلع بالكره ازاي، طب هل هي بتلعب على طريقه معينه ولا بتلعب على كره واحده، طب هقفل على المفاتيح اللعب بتاعتها ازاي. الاداء تبص عليه تقول لي لا الاداء ده مش كويس، ازاي الاهلي يبقى مضغوط بهذه الطريقه، ازاي الاهلي سايب الكوره. لكن ده لو بصينا للكره العالميه هتلاقي ان فرنسا كانت سايبه الكوره للارجنتين، كرواتيا كانت بتسيب الكوره، مش ان انت تسيطري، المهم ان هو ما يوصلش لحد الخطر بتاعك اللي هو منطقه ال 18 عشان يقدر يجيب جون. فبالتالي سيب السيطرة والعبي على الإمكانيات اللي أنت تقدري تحققي بيها. لكن بكل تأكيد في فرق طبعا فرنسا وال لا أنا بدي مثال بس. طبعا بكل السيطرة طبعا أنا سايب لك الكورة، لكن بقدر إن أنا أجيب بس في ميس باص، في ميس باص كتير. لا الميس باص كتير ده هتلاقيه في الأهلي من زمان،
يعني الميز باص. ما انا عشان كده بس بقول لك ان احنا ما ينفعش نقارن حتى في الاهلي لان فعلا في يعني الباص ما بقاش والتسليم والتسلم والتمركز والرؤيه بالنسبه للاعيبه مع بعضها والضغط اللي على بيبقى على الفرق دي طبعًا. كلها عيوب في الاهلي وعيوب في الزمالك وعيوب في الفرق المصريه كلها، حتى هتلاقي المنتخب بنفس الشكل ده. الفرقه اللي تقدر اللاعب اللي يقدر يستلم بشكل كويس يقدر يباصي بشكل كويس، ده لعيب اللي هو اللي انت بتبص عليه بقى في العالم. يعني معنى ايه؟ ان انت بتبص على الدوري الانجليزي، انت عايز الفرق المصريه تلعب بالشكل ده، اللي هو ايه؟ اللعيب اللي بيجري، اللي بيستلم كويس، اللي بيباصي كويس، اللي بيتحرك كويس، اللي هو مش ما فيش لعيب فيها واقف. اما الكوره بتبقى هجمه مرتده بتلاقي فيه 3-4 من الاطراف طالعين، اللي جايين من الخلف زي ما بنقوله. فانت دايما لان انت خلاص بقيت تبص على الدوريات الثانيه، انت كان الاول بتبص على الدوري بتاعك فتقول والله ايه الجمال اللي انت شايفه ده، لكن اما بصيت على حد تاني فانت عايزه. لكن فرق امكانيات، فرق طبيعه ارض، فرق جو، فرق كل حاجه. عشان كده كمان الصفقات اللي بتيجي من بره بيبقى عندها مشكله، هو جاي من طبيعه جو، طبيعه لعب، طبيعه ارض، طبيعه تكتيك، طبيعه تفاهم، حاجز اللغه بيتكلم. لما يجي هنا يقول لك ما كان بيلعب بره كويس، طب ايه اللي حصل له هنا؟ ما هي كل الفوارق دي هي اللي سببته مؤثره طبعا. فبياخد وقت طويل قوي عقبال ما يبدا يتاقلم بقى على 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 كل ده. زي سافيو كده، زي لو رجعت لك بقى لفلافيو هتلاقي خد فتره كبيره مختلف. حتى في اللياقه البدنيه هو جاي من ليفل معين وبعدين بيجي هنا يتدرب على ليفل معين. يعني هو هناك جيمونيزي شكله كذا، البرنامج اللي محطوط له في اللياقه البدنيه والتدريبات، فما بيتنقل ويجي هنا فبيلاقي حاجه تانية خالص مش متعود عليها. طيب اعتماد المدير الفني على ميسي، شايف بالذات في التغييرات، شايف ان ممكن يكون صرف نظر عن اعارته مصطفى ميسي؟ لا، هو اداله امبارح يعني 5 دقايق أو 6 دقايق بيجربوا لسه. يعني فكره، خلي بالك هو عنده كاس عالم وعنده افريقيا وعنده دوري وعنده كاس، فعنده مباريات وبطولات كتير، فلازم يبقى عنده لعيبه يقدر يعتمد عليها، عنده اصابات كتير. فهو يعني امبارح كوكا اتصاب فبدا يبقى وعنده اكرم توفيق وعنده بنتمنى له طبعا الشفاء والسلامه. يعني وعنده كريم فؤاد فعنده اصابه، فلازم يبدا يجرب لعيبه، فاداله شويه يقدر يشوف فيها. اللاعب بدا ان هو يعني لمسته كويسه، يعني بيستقبل كرة كويس، بيقدر يضغط كويس، فدي بدايه كويسه بالنسبه له. لكن هو مش يعني هو الراجل كمان ما اتكلمش على اعارته، بس هو احيانا ما بيبقاش مقتنع بلاعب، طب ما انا عندي الافضل، لكن الظروف بتفرض عليه ان هو يعتمد عليه. فهو اداله امبارح كويس، اللعب بدا يعني، بس 5 دقايق ما تقدريش تحكم عليه. طيب فنيا بشكل عام مباراه الاهلي كانت عامله زي امبارح؟ لا، هو امبارح امبي يعني امبي كان بيلعب بطريقه والاهلي بيلعب بطريقه، لكن هو الاهلي امبارح كان فايق اللعيبه كلها خاصه حسين الشحات. لكن احنا دايما بنضغط على حسين الشحات ان هو لاعب مش مؤثر احيانا لاعب، لكن هو امبارح كان لاعب اكتر واحد نشيط في النادي الاهلي. طبعا اصابه كريم فؤاد ادته فرصه ان هو يبدا ياخد مكانه، لكن امبارح الحاله البدنيه والفنيه بالنسبه للنادي الاهلي كانت احسن من المباريات اللي فاتت، يعني احسن مباراه بيراميدز، احسن مباراه اللي قبلها. هو في تطور في الاداء، تطور في شكل اللاعبين، واعتقد ان اللي بياخد الفرصه الايام ديت مش هيقدر يفرط فيها أكيد. لان طبعا في لانه عارف طبعا خلينا نتكلم عن مباراه الزمالك والداخليه، وقول لنا رايك في المباراه ايه، وعايز اتكلم عن فييرا، هل هو مصمم على طريقه لعب معينه ماسك فيها ولا والطريقه دي غلط ولا صح؟ يعني لا، هو ما بيغيرش، يعني هو فييرا ما بيغيرش طريقته في كل بيبقى ثابت على الطريقه وثابت احيانا على التشكيل، وده بتبقى ميزه في المدير الفني ان هو عشان اللعيبه كمان احنا عندنا مشكله يعني في اللعيبه ما بتستوعبش الطرق بشكل سريع، فلكن ما تثبت له التشكيل بتاعه، تثبت له الطريقه يبدا يستوعبها. الزمالك امبارح بيلعب قدام فريق داخليه، فريق بيلعب بطريقه واحده اللي هو التحفظ برضه الدفاعي مع هجمات مرتده. لو بصيت على ماتش اسوان هتلاقي برضه الزمالك عنده مشكله في الدفاع، لو بصيت على الماتش الاسماعيلي هتلاقي الزمالك عنده مشكله عظيم في الدفاع. لسه كلامنا لسه عامل هدفين ذاتيين في اول ما، فهي المشكله في الدفاع مش المشكله في طريقه المدرب. اتنين، احنا لازم يبقى عندنا يعني فكره تعليم الناس
البنود القانون بالنسبه لحالات التسلل او بالنسبه للدفع او بالنسبه الناس اللي هم مين بالظبط؟ الجمهور حتى الجمهور عشان برضه التعليقات لكله.